والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله في كل ابتداء والحمد لله بلا انتهاء وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء وتحية من الله إليكم جميعا أيها النبلاء كل من شرفنا من جميع الأنحاء وكل من أتانا فرحا بالمصطفى سيد الأنبياء. فرح الزمان اليوم حال الموعد بانت لنا بشراه جاء المولد وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد فهو اليتيم لم يأنس به وله الحفاوة والعلا والمحفد إيوان كسرى ما له متصدع نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله لم يفرح به وله على الدنيا يد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد وحكمت في عاصي الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند وخرجت بسم الله فيهم داعيا ومناديا للعالمين أن اشهدوا الله رب لا شريك فوحدوا وحطموا يا أهل الجهالة ما ليس يعبد أو يضر ويرفدوا الله أكبر الله أكبر الله رب والرسول محمد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة للحق من ملل الهدى غراء فالدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. أيها الإخوة المؤمنون من هذه الساحة الطاهرة العابرة من ساحة مسجد الحاجة آمنة أم يوسف رضي الله عنها بمدينة إهيا بمحافظة الشرقية نلتقي في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي تجمعنا فيه فرحا بمولد سيدنا المصطفى الذي قال إنما أنا رحمة مهداه فقال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحا بسيدنا النبي الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فقال له مولاه وإنك لعلى خلق عظيم. ذاك النبي الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى عليك الله يا رسول الله. في هذا الملتقى الإيماني نستمع بإذن الله تعالى إلى تلاوة قرآنية عطرة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي كروان الفجر بالإذاعة المصرية وقمر الأمسيات الدينية.
ونبت البيت القرآني الطاروتي، ونستمع فيها ايضا الى كلمة العلم والعلماء من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات عزازي مستشار وزير الاوقاف، ثم نستمع الى كلمة السيد اللواء عادل عبد العظيم ايوب، ثم نستمع ختام الامسية الى فاصل من الادعية والابتهالات والمدائح النبوية يقدمه لنا المبتهل الاذاعي وكروان الامسيات الدينية فضيلة الشيخ ابراهيم السيد راشد، مع تقديم شكرنا لمدير ادارة اوقافه هي فضيلة الشيخ السيد مصطفى، وامام المسجد فضيلة الشيخ احمد شمس. واعلن للجميع من الحاضرين جميعا سواء من اهل الدعوة او القراء او المستمعين او المدعوين، فالحفل ممنوع فيه ذكر اي اسماء لمنع البغضاء والشحناء، ولتكون الليلة والاحتفالية فيها رسول الله وفيها ذكر الله وخالصة لوجه الله. ايها السادة، القرآن الكريم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. قارئنا ضيفنا مجدينا فضيلة العلم الاذاعي القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا Ha ha ha!
فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. وإن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا
بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم كمان اجتنبوا كثيرا من الظن. السورة لازم تعلمنا الأدب عشان تعلمنا الصفا معانا الصفا تبقى ليلة كلها صفا وصلاة على النبي. فمن اجتنبوا كثيرا من الظن والنبي عشان لا ظن فيك ولا ظن فيا الكلام ده الكل صلاة على النبي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أكرمكم عند الله أتقاكم.
إن الله عليم خبير. قل أتعلمون الله بدينكم
أعلم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم
والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء وزيناها كيف بنيناها وألقينا فيه
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة الحجرات وهي مدنية، وهي سورة الأدب وتعليم الأدب مع الله ومع رسول الله وبين عباد الله. ثم انتقل بنا قارئنا الكريم إلى صدر وفواتح سورة قاف وهي مكية، وهي من سور الدلالة على وجود الله عز وجل. قارئنا فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وكروان الفجر بالإذاعة المصرية وكروان الأمسيات الدينية، من هنا من ساحة مسجد الحاجة آمنة أم يوسف هنا بمدينة هي بمحافظة الشرقية، وبدعوة كريمة من أهالي حي الحاجة آمنة خاصة وأهالي مدينة إهيا كافة وأهالي مركز إهيا عامة. ونقدم شكرنا لكم جميعا، ونقدم شكرنا أيضا لكل من شرفنا من الجمع الحضور الكرام، وشيخنا محمد مراعي وكيلا عن مشيخة الأزهر الشريف. ثم فضيلة الشيخ سليم بلال ابن هيا الذي يستضيفنا دائما بالأمسيات الدينية بمسجد سيدي علي البيومي. أذان العشاء ثم نكمل أمسيتنا، ثم نكمل أمسيتنا بعد النداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي
حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صلي يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح وصل عليه ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير.